بسم الله الرحمن الرحيم. في دين الإسلام لا يوجد شيء اسمه رجال دين، فليس منا إلا عالم أو متعلم، فلا يوجد الحاخام الأعلى ولا الحبر الأعظم ولا سماحة السيد أو فضيلة الإمام الأكبر، ولا يوجد أصحاب القداسة والغبطة والنيافة والسخافة، ولا أي من تلك الصفات البراقة التي يلصقونها قبل ألقابهم الفخمة. في الإسلام بدوي يدخل على النبي وهو جالس على الأرض مع الناس فيسأل: أيكم محمد؟ لا يوجد في الإسلام ترتيب هرمي لأهل الدين يشبه تسلسل الرتب العسكرية أو درجات هرم الماسونية: البابا ثم البطرياك ثم المطران فالخوري والقسيس وفي القاع أنت. في الإسلام رب أشعث أغبر لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وفي الإسلام لا يوجد كهنة تتوسط بينك وبين الله، فإلهك أقرب إليك من حبل الوريد، ولا يوجد رهبان تبيعك سكوك الغفران، ولا يوجد شيوخ عقل يحتكرون أسرار اللاهوت. فالإسلام نور والله نور، والنور لا يعيش في كهوف الباطنيين المظلمة أو سراديبهم الملتوية. لن تحتاج لكنيسة لتصلي لله، ولا لمعبد تقدم فيه القرابين لتماثيل الرب، فالأرض كلها جعلت لك مسجدا وطهورا. وفي الإسلام لا فرق بين أبيض أو أسود، فلا عنصرية ولا شعب الله المختار. والإسلام ليس طقوسا وهمهمات وتمتمات تقولها في أحد أيام الأسبوع في معبد أو كنيسة ثم تخرج لتفعل في حياتك ما تشاء. الإسلام هو أسلوب كامل للحياة. من أجل ذلك كله، الإسلام الحق هو خطر. هو خطر على كل الأديان المنظمة في العالم، وهو خطر على المسيحية والبوذية واليهودية وعلى الإلحاد وعلى كل الديانات الباطنية، وهو خطر على نظام العولمة الذي يبنيه المسيح الدجال، وهو خطر أيضا على مفتي السلطان. الإسلام الحق يضر بتجارتهم ويؤدي لكساد بضاعتهم ويحررك من استعبادهم ويهدد وجودهم. وكيف لا وجميع المؤسسات الدينية في العالم ليست إلا عصابات نصب واحتيال باسم الله؟ ليس لأنهم يخدعون أتباعهم بالأوهام والخرافات فحسب، بل لأنهم يضلونهم عن الله الحق. إنهم باختصار مافيا الروح. فهل تحتاج للمافيا كي تعرف الله؟ الله في الإسلام تعرفه بالتأمل والتفكر. لو أقمت لوحدك في جزيرة معزولة ستعرف الله. عندما تتأمل في دورة الموت والحياة تطول كل مخلوق في هذه الدنيا، ستعرف أنه المحيي المميت. وعندما تكتشف أن لا شيء في الوجود قد خلق عبثا وكل شيء له دور في هذا العالم، ستعرف أنه الحكيم. وعندما تدرك أن كل أمر في الكون مضبوط بتوازن دقيق، ستعلم أنه القيوم. ستشعر بقوته في غضب البراكين والزلازل، وسترى جبروته في تصاريفه في الطغاة، وستلمس رحمته في يد أمك تمسح شعرك لتنام، وستذوق مغفرته في دمعة ندم تذيب حرقتها جليد وزرك، أو في توبة بجوف الليل ينشرح لها صدرك. وعندما يداعب نسيم الليل شعرك وتدغدغ رمال الشاطئ قدميك، أو عندما يسري في صدرك عبير الأرض بعد أول زخة مطر، أو عندما تتشبث يد طفلك الرضيع الغضة بأحد أصابعك وموسيقى ضحكته البريئة تدندن في روحك، ستعرف أنه الودود. وعندما ينقلب إليك بصرك خاسئا حسيرا وعيناك تسرحان في الكون الكبير، ستعرف أن الله أكبر. سترى العظيم في كل شيء، في ذرة الغبار، في البحر الواسع، وفي النطفة التي تلهث في سباق الحياة في رحلتها من العدم إلى الوجود. ستعرفه وستحبه لأنه ليس كمثله شيء. فكم تحتاج من الوقت يا ترى وأنت في جزيرتك المعزولة تلك لتعرف مثلا أنه أرسل ابنه الوحيد قبل 2000 سنة ليجلده ويعلق على الصليب فيدفع بعذابه ودمه ثمن خطيئتك؟ كم ستحتاج من الوقت وأنت في جزيرتك تلك لتعرف أنه حل بالأبقار أو كشف حقيقته المطلقة لبوذا؟ هل ستعرف شيئا من ذلك حقا حتى لو بقيت آلاف السنوات تتأمل في الوجود؟ لن تعرف أبدا إلا إذا أخبرك أحد أصحاب القداسة والنيافة والسماحة
بهذه الأسفار وغسل دماغك بتلك الأساطير والأخبار. أما الإسلام فهو ينبض فيك حتى لو لم تشعر بنبضاته، هو الفطرة النقية التي ولدت عليها، وهو الشهادة التي تشهد بها عندما تحين لحظة الكشف والإدراك، وهو لا ينتقل إليك عن طريق التعميد أو بالوراثة أو بالثقافة. وليس هذا ما وجدنا عليه آباءنا، لأنه نظام التشغيل الافتراضي الذي برمجت عليه. من أجل ذلك الإسلام هو خطر. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي جميع ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها، وبواطن سيئاتي وظواهرها، وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة. يا إلهي، في محكم كتابك إنك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحب التوابين، فاقبل توبتي كما وعدت، واعفو عن سيئاتي كما ضمنت، وأوجب لي محبتك كما شرطت. ولك يا رب شرطي ألا أعود في مكروهك، وضماني ألا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك وذنوبك. اللهم يا بارئ البريات وغافر الخطيات وعالم الخفيات، المطلع على الضمائر والنيات، يا من أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وقهر كل مخلوق عزة وحكما، اغفر لي جميع ذنوبي وتجاوز عن سيئاتي، إنك أنت الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، لي ولوالدي ولذوي الحقوق علي، وللمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أحباب محمد، فضلا لا تنسوا دعمنا بنشر الفيديو وترك إعجاب وتعليق، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم.